بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحن علينا نعمته وبركته ومحبته من الآن وكل أوان إلى ظهر الظهور كلها أمين. في برنامجنا عن مكانة القديسين هنتكلم النهاردة بنعمة المسيح عن الثلاث فتية القديسين، وخصوصا ان احنا بنذكرهم في ليالي كياك في هذا الشهر المبارك، لان موضوع ثلاث فتية القديسين ده في موضوع في منتهى الأهمية. بنشوف فيه المسيح جوه التجربة، وبنشوف قد ايه ربنا بينصر اولاده بطريقة عظيمة جدا. وزي ما دايما اقول ان من اسماء الله لما اتولد قال مشيرا عجيبا ابا ابديا، فربنا عجيب دايما في اعماله العظيمة. في ملك اسمه نبوخذ نصر، الراجل ده كان ملك كبير قوي وله سلطان كبير، وكان عنده رئيس الخصيان. كلمة الخصيان هنا ان هما الرجالة بتوعه، الرؤساء ان هو بيشغلهم معاه، ان بيبقوا مسؤولين معاه. واسمهم خصيان لانه كان الملك علشان يبقى مطمن على نسائه يقوم اي واحد يشتغل عنده يقوم يخصيه، علشان ما يحصلش اعتداء على اي حد من زوجاته. فكان اسمهم خصيان لغايه ما انتهت العاده ديت، وبقى كلمه خصيان يعني رؤساء يعني. نبوخذ نصر امر رئيس الخصيان ان انا عايزك تجمعني من بني اسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء، يعني شوفوا بينقي من نسل اسرائيل ومن نسل الملك ومن نسل الشرفاء، ينقي فتيانا. شوفوا الشروط بقى بتاع الفتيان، بلا عيب. مظهر بقى، يعني المظهر بتاع الملك هيبقوا هما الصورة بتاعته، بلا عيب، حسان المنظر، يعني مش اي واحد، مش اي شكل يعني، حكماء لهم معرفة، فهماء لهم قوة الوقوف امام الملك. بصراحة المواصفات دي كلها احنا بنتمنى ان تكون فينا، في كل واحد فينا. يعني الواحد يبقى بنعيب، هما طبعا قصدوا بنعيب من ناحية الشكل، لكن احنا نفسنا نكون بنعيب امام الله، وكون حسان المنظر. برضو اهل العالم بهمهم المنظر، لكن احنا يهمنا المنظر الداخلي قدام ربنا. ما يبقاش حد له صورة التقوى ولكنهم منكرون قواتها. حكماء، ودي يعني صفة من اهم واعظم الصفات اللي الواحد بيطلبها من ربنا بطريقة دائمة. نفسي يا رب أكون حكيم، نفسي أكون حكيم. وهو ربنا قال كونوا حكماء كالحياة، ودعاء كان البسطاء كان حمام. طب الحكمة دي هجيبها منين؟ أجيبها من ربنا، لأن ربنا قال اللي عايز يبقى حكيم، إن أردت أن تكون حكيما اطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. يعني ربنا يدي حكمة مش بالمعيار،
فسيعطى له، ان عايز يطلب وربنا يدينه. وارجوكم يعني لو تحبوني بجد تصلوا لي ونصلي بعدين اجل بعض، ان ربنا يديني دايما حكمة في كل امور حياتي وخدمتي. من تعوزه حكمة فليطلب من عند الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير، لان الحكمة دي من اعظم الامور اللي تنقذ الانسان من مشاكل وضيقات كثيرة. ويكون لهم معرفة، يكون لهم معرفة. الثقافة العامة مهمة، الثقافة العامة مهمة، والواحد يبقى عنده معرفة بالأمور الروحية والجسدية. وأن يكونوا فهماء، فهماء دي عايزة بقى إيه؟ عايز ربنا يفتح أذهاننا، نفهم. الفهم ده مهم قوي. لما بنفهم وصية ربنا، لما نفهم نتعامل مع بعض ازاي، لما نفهم كلام ربنا، بيبقى لينا مكانة عظيمة قوي. والحاجة الأخيرة يقول لهم قوة الوقوف أمام الملك، لأن دول إن هيبقوا يعني زي البوي فريند كده، يعني ليهم قوة الوقوف أمام الملك. طيب علشان يجيب فتيان بالصورة دي، قال لازم تعملوا إيه؟ قال لازم تأكلوهم من أطايب الملك وخمر مشروبه. يعني يأكلوا أطايب الملك من كل أكل الملك. طبعا بأكل الملك بيبقى حاجة كبيرة وعظيمة. ويشربوا من خمر الملك لمدة 3 سنين. ده بالنسبة لأهل العالم. لكن تعالوا شوفوا بقى أولاد ربنا ليهم أسلوب تاني غير كده خالص، مش بالأكل ومش بالشرب ولا باللحمة والخمرة والكلام اللي هم بيعملوه أهل العالم، لكن أولاد ربنا ليهم حياة تانية بأسلوب تاني، لأنهم متكلين على ربنا هو اللي يديهم الحكمة والفهم ويكونوا بنعيب وشرفاء وهكذا. اختاروا 4 فتيان عظماء جدا. احنا قلنا هو أمر ان هو يختارهم من بني إسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء. في كل الناس دول لهم 4 فتيان هم أعظم فتيان في المجموعة كلها. أول واحد اللي هو دانيال، والثلاث فتى قدسين شدرخ وميشخ وأبدناغو. يبدو أن دانيال كان هو يعني القائد بتاعهم شوية أو المتسلط شوية، مش المتسلط المشرف عليهم يعني، لأنه كان بيتكلم نيابة عنهم. فجعل دانيال بقى جعل في قلبه أن لا يتنجس بأطايب الملك وخمر مشروبه. قال لا لا لا، الأكل بتاع الملك والخمرة بتاع الملك، اللي فاكر ان هم دول اللي هيبنوهم، دول بالنسبة لنا احنا كأولاد الله بيعتبروا نجاسة. طبعا مش كلمة نجاسة مع النجاسة، أنا حاجة ما توافقهمش يعني، مش هو ده اللي هيخليهم أقوياء. فيقول الكتاب بقى، والكلمة دي مهمة أوي أوي وهتتكرر كتير، يقول أعطى الله دانيال نعمة
أمام رئيس السقاة، أعطى الله نعمة. هنا بقى نعمة ربنا مش بالأكل والشرب، لكن إيه؟ لكن بنعمة ربنا. زي ما اتكلمنا قبل كده إن ربنا كان وصى التلاميذ وقال لهم لا تبرحوا أورشليم قبل أن تلبسوا قوة من الأعالي. قوة ربنا أو عمل الروح القدس في الإنسان هو اللي ينجح الإنسان، وهو اللي يعمل بقوة وتبقى الكرازة كلها ناجحة، لأن كلمة الله ما ينفعش تتقال إلا بروح الله القدوس. فدانيال قال له لا، إحنا بالنسبة للأكل والخمرة ده بالنسبة لنا نجاسة، إحنا هنعمل إيه؟ إحنا عايزين ناكل قطاني. القطاني اللي هو البقول، خدوا بالكم بقى إحنا في الصوم، والناس يقول لك أنتوا جبتوا أكل البقول منين والحاجات دي منين، وفي ناس طبعا بتتريق بالطريقة مش كويسة. لكن أهو، أولا الإنسان أول ما اتخلق نباتي، ربنا قال ليكن كل شجر أخضر وكل ثمر بذر فيه غذاء للإنسان، وكل عشب أخضر غذاء للحيوان. فهم عايزين يرجعوا للوضع الأولاني اللي ربنا خلقهم بيه. فقال له جربنا 10 أيام إحنا بناكل القتاني. الرجل طبعا خاف، قتان إيه؟ يعني أنا بجيب لكم لحمة وبجيب لكم أكل محترم وحاجات دسمة وتقول لي فول وطعمية وحاجات زي كده؟ ده أنتوا كده هتخسوا، والملك هيلاقيكوا في هزام هيقتلني. فقالوا له أنت جربنا 10 أيام، لو لقيتنا وحشين خلاص هنعمل زي ما أنت بتقول، لكن لو لقيتنا كويسين عايزين نستمر عن اللي احنا فيه. لكن طبعا هم كانوا متأكدين وواثقين ان عمل ربنا هو اللي بيخلي الانسان فالح. كان الرب مع موسى، فكان مع يوسف، فكان رجلا ناجحا، وكل ما تمتد اليه يديه كان الرب ينجحه بيده. بعد 10 أيام ظهرت النتيجة. ايه بقى النتيجة؟ ظهرت مناظرهم احسن، يعني بقوا كده امامير كده وشهم كده حلو كده ومليان وفي نعمة، واسمن من التانيين. يعني شوفوا بقى عمل ربنا. يبقى الحكاية مش حكاية بالأكل والشرب، الحكاية إن ربنا هو العامل في الأكل، هو ربنا اللي بيدي النعمة. وأعطاهم الله معرفة وعقل في كل كتابة، يعني كل حاجة يقروها يعني. وجدناهم 10 أضعاف الآخرين فوق السحرة والمجوس. طبعا السحرة والمجوس ناس عايشين بما للعالم، فلقوا ان اللي عملوه دانيال والثلاث فتية ان هم بقوا اجمل واحسن في الفهم والمعرفة والشكل 10 أضعاف عن التنين. لأن سر الله، لأن عمل ربنا هو بعمل الروح القدس اللي بيدي للإنسان نعمة وقوة وبركة وحكمة وفهم في كل شيء. الملك حلم ازعجه،
هنخش بقى في الجد. الملك حلم حلم أزعجه، والملك طلب غريب جدا جدا جدا. جاب السحرة والمجوس، المجوس دول علماء في الفلك، والسحرة برضو بطريقة سحرهم وأعمالهم. قال لك ايه، نجيب السحرة والحكماء والمجوس علشان يفسروا حلم الملك. لكن الناس دول طلبوا من الملك، قالوا له احكي لنا الحلم واحنا نفسره. قال لهم لا، انتوا كده بتضيعوا الوقت، انتوا عايزيني اقول لكم الحلم علشان تقولوا لي تفسير اي كلام من عندكم؟ اما انت عايز ايه يا جلالة الملك؟ قال لا، لو انتوا حكماء قولوا لي الحلم وقولوا لي التفسير. طبعا ده طلب من اصعب ما يكون، يعني في واحد يجي يقول لي قلنا انا حلمت ايه امبارح، من يقدر يعرف حاجة زي كده؟ المهم ان الملك اصر على الطلب بتاعه ده نبوخذ نصر. قال لازم اللي يفسر لي الحلم يقول لي الحلم الاول وبعدين يفسرهولي. قالوا لا، انت كده بتطلب حاجة مستحيلة. بس قالوا كلمة بقى في منتهى العظمة. شوفوا أحبائي، دايما أهل العالم اللي هم متكلين على العالم والعلم والحاجات الخاصة بالكتب العالمية قالوا إيه؟ قالوا لا يعرف هذا الأمر إلا الآلهة التي سكناهم ليسوا مع البشر. يعني ايه بقى الالهه اللي فين؟ اللي في السماء. الالهه اللي في السماء احنا ما نعرفش، لكن مين اللي يعرف؟ ربنا. الالهه اللي مش ساكنه مع البشر يبقى ساكنه في السماء، هو اللي يعرف، هو اللي عارف خبايا كل الامور. قال لهم لا، انتوا بتمطلم. وامر الملك بقتل جميع السحرة والمنجمين والحكماء. وبعدين دانيال راح لرئيس الخصيان وقال له أنا عايز أقابل الملك علشان أفسر ليه الحلم بتاعه، هعرفه الحلم وهفسر الحلم. عمل إيه بقى؟ قبل ما يقابل الملك عمل حاجة في منتهى الأهمية، وعايزين نعود نفسينا على كده أحبائي. عمل إيه؟ راح قلل الثلاث فتية، قال لهم اطلبوا المراحم من قبل إله السماوات، صلولي يعني، صلولي، صلوا بعضكم لأجل بعض اللي تشفوا. اوعى حد يقول لي الحد صلي لي وما صللوش، ده تبقى خطية كبيرة قوي. والمشكلة علشان الشيطان يعطل هذا العمل يقول لك انا اللي هصلي لك، ده انت اللي تصلي لي. وده ليه؟ قال يعني انا خاطي ومش هينفع اصلي، انت صلي لي. طبعا دي حرب شيطانية. ليه؟ لأن إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة على الطلب يستجاب.
وحاجة مهمة قوي ان انا استعين باخواتي في الصلاة علشان احس ان انا مسنود، كلنا نصلي بعضنا لاجل بعض. وطبعا في الكنيسة عايشين بهذا المبدأ، فنيجي في القداس نقول صلوا من اجل رئيس كهنتنا، صلوا من اجل قوامسة خصوص، من اجل اهوات السماء، بنصلي من اجل الكل، ما بنقولوش لا احنا خاطئين انت اللي تصلينا. لما صلى دانيال وصلى الثلاث الفتية كشف له الرب السر في رؤيا الليل. جه ربنا بقى، شوف الصلاة بتعمل ايه، شوف الصلاة، شوف القديسين طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. شوف ربنا عظيم ازاي، ربنا قبل صلوات دانيال وصلوات الثلاث فتية فكشف لهم السر في رؤيا الليل، يعني خلى دانيال يحلم بالحلم بتاع الملك. عمل ايه دانيال؟ عمل ايه؟ ما راحش بقى كده انا بفسر احلام للملك، ده ربنا كشف لي. لا، اول حاجه عملها ان هو شكر ربنا ويقول الكتاب فبارك دانيال إله السماوات، وقال له ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد. يا شوف قد ايه، شوف قد ايه انت رب، انت اسمك مبارك لانك انت بتعمل معانا اعمال عجيبة وعظيمة، وبتكشف لنا حاجات لا ما عرفهاش أهل العالم، ولا تدرس في كتب ولا في علم معين، لكن انت رب انكاشف كل الأسرار. ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد، لأن له الحكمة والجبروت. انت رب عندك الحكمة والجبروت، يعني القوة. انت رب، انت الحكمة نفسها، انت الاله الحكمة، انت الحكمة، وتدينا حكمة والجبروت يعني قوة، تدينا الحكمة بقوة. زي ما بنقول كده قبل العظة، يعطينا الرب كلمة، يا من تعطي كلمة للمبشرين بقوة عظيمة، قوة الروح القدس. وبعدين قال ايه؟ قال ده انت رب اللي بتغير الاوقات والازمنه، وبيعزل ملوك وينصب ملوك، يعني ربنا في ايده كل شيء، يعطي الحكماء حكمه. شوفوا بقى اقولها تاني، دي يعطي الحكماء حكمه. طب هو حكيم، اسمه حكيم؟ لا، ما في ناس اسمه حكيم لكن هو ما عندوش حكمة، لكن لما يعطي الحكماء حكمة يعني بتبقى حكمة إلهية قوية، من لا يشوفها قدر، ما تبقاش حكمة غشة، ما تبقاش حكمة غشة. لأن الملوك كانوا بيجيبوا ناس حكماء وكانوا بيعملوا ياخدوا مشورتهم، فيقولوا لهم مشورة صعبة قوي قوي، زي ما هنقول كمان شوية عن أستير الملكة. وكمان ربنا يعلم العارفين فهما، يعلم العارفين فهما، يعني ربنا هو اللي بيدينا الحكمة، هو اللي بيدينا الفهم. على فكرة يا جماعة، احنا محتاجين قوي 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 الصلاة من اجل هذه الطلبات. احنا محتاجين فهم، ومحتاجين حكمة، ومحتاجين معرفة إلهية إلهية. ويقول كده هو يكشف الأسرار،
ربنا ده بيكشف الأسرار. طبعا الأسرار سر، حاجة سر، زي ما بيقولت لك كتاب سر الله لخائفيه، سر الله لخائفيه. يعني لما اتكلموا عن البابا كيرلس، وطبعا ده كان رجل صلاه وكان ربنا مديله حكمه وفهمه وبعد نظر وحاجه عظيمه قوي، لدرجه اما كان يشوف الحد يناديه باسمه او يقول له انت جاي علشان كذا، لدرجه الناس سالوا ترى من ذا الذي يعرف البابا بهذه الامور، مين اللي بيقول له على الحاجات دي؟ لكن الروح القدس هو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. والمجد لله دائما ابديا امين.